ياسمينة السعيد حكم هاندبول، حكم دولي هاندبول، وان شاء الله مرشحين ان احنا مسافرين اولمبيك جيمز. انا هايدي السعيد، حكم دولي كرة يد، واحنا ان شاء الله مسافرين اولمبيك جيمز في طوكيو. احنا بدأنا الاول يعني كنا حكام هنا في الدوري المصري، وبعد كده سافرنا نمتحن قاري في توجو. دي كانت في 2014، في سبتمبر 2014 دي حصلنا على الشارة بقينا حكام قاريين. بعد كده ترشحنا الأول بطولة أفريقية لينا، كانت بطولة أفريقيا للشابات والناشئات في كينيا، رحناها. وبعد كده اترشحنا للأول أفريكان جيمز، كانت في كونغو برازافيل في 2015، في نفس السنة يعني احنا رجعنا من كينيا وطلعنا الكونغو. بعد الكونغو دي على طول كان في مغرب، اللي هي جي ار تي بي، يعني أول كورس لينا دولي عشان نبقى حكام دوليين. الصعوبات اللي بتقابلنا يعني دي كانت بالنسبه لي حاجه صعبه، ان احنا نختار نحكم ولا نلعب، فدي كانت حاجه بالنسبه لنا في الاول صعبه، وان احنا نشوف فرقتنا بتلعب واحنا مش عارفين نلعب معاهم او كده كان بالنسبه لنا حاجه صعبه. بعد شويه كانت الدراسه شويه، كان اللي مش كل المدارس مش كل الجامعه، يعني كنت ساعتها ابتدي كنت في مدرسه يعني، وبعد كده برضو الجامعه مش كل الدنيا بتبقى دكتورز وكل الناس بتاكسبت ان انا اسافر اسبوعين ما بحضرش اتندنس، امتحانات، كل حاجه كانت بيبقى فيها شويه صعوبه. فالناحيه يعني في حياتنا بقى بتتاثر يعني، وطبعا احنا مش عارفين نعيش زي الناس الطبيعيه، يعني مش ما ينفعش نخرج مع كل الناس اللي عايزين نخرج معاهم، مش ما ينفعش نخرج في نفس في كل الاوقات. لو احنا عندنا بطوله فاللي هو لا ممنوع نعمل اي حاجه عشان خاطر عندنا بطوله، لازم نحافظ على نفسنا، حياتنا كلها تمرين وكده. احنا اول يعني اول ماتش لكل واحده فينا ما نزلناش مع بعض، اول ماتش هايدي نزلته لوحدها، كانت اول بطوله نروحها، كانت نزلت في اخر يوم خالص دوره رمضانيه كده بالليل، كانت على روح يعني كابتن المرحوم كابتن فتحي سليمان، كان حكم دولي وتوفى، وكان معمول دوره رمضانيه على روحه. فهايدي نزلت الماتش ده، هي كانت يعني اجرأ مني شويه، نزلت هي اول واحد، وانا بعديها الاسبوع الويك اند اللي بعده الجمعه على طول حكمت انا كمان ماتش لوحدي. وبعد كده يعني تاني ماتش لكل واحده فينا، احنا الاثنين نزلنا مع بعض، كان نصر ومدينه نصر، واصلا يعني احنا نازلين متلخبطين ولا عارفين الفاول بانذار بصفاره ولا من غير ولا اي حاجه، بقى بنشاور العكس، وكانت يعني كانت ايه، ما كناش عارفين اصلا، مش عارفين احنا نزلنا ازاي مع بعض احنا الاثنين لوحدنا. احنا يعني احنا الاسره عامه اللي بيدعمونا، احنا عشان احنا الاثنين مع بعض وكده فموضوع اسهل، يعني هما بيقولوا يلا تمرين خلاص احنا الاثنين بننزل. انا هايدي يعني اسمي في البيت هايدي فاكس تمرين، فاللي هو انا على طول بقول لهم فاكس تمرين، فهم اللي هي مامتي على طول لا هتنزلوا، لا هتنزلي تمرين، لا مش عارف ايه، كانت على طول سبورتنج لينا، يعني مثلا مش تقول لنا لا عندكم امتحانات لا ما تروحوش الماتش النهارده، او اجلي لا ما تاجليش امتحانك عشان خاطر عندك يعني عشان خاطر الماتش، لا يعني هي على طول هي عارفه ان احنا هنعرف نوفق ما بين الاثنين، بس روحي ماتشك عشان ماتشك مهم او بطولتك مهمه، بس في نفس الوقت انت لما هترجعي الامتحان بتاعك هتعيديه وهتجيبي جريدز كويسه. يعني انا خريجه، انا خمسه على الدفعه، فيعني احنا لو ما عندناش ان احنا نبقى فاشلين في حاجه، يعني احنا نبقى ناجحين في الحاجتين. هو على طول هايدي بيبقى عندها هدوء فظيع يعني اكتر مني، انا اللي ببقى متوتره شويه، وانا اللي شايله هم الماتش، انا اللي شايله هم البطوله، هايدي يعني منتهى الهدوء، منتهى البرود يعني. بس ممكن يكون الحاجه الوحيده دي اتعكست مره واحده وقبل ماتش الاهلي والزمالك، هي كانت قلقانه وانا اللي هو عادي يعني هايدي ده ماتش يعني عادي، لا هي بقى ما اعرفش يعني احنا كنا الاوبوزيت تماما المره اللي هي بتاعت الاهلي والزمالك. بعد ماتش الاهلي والزمالك الاولاني بتاع نهائي الدوري هو خلص تعادل، فكان لازم يتلعب ماتش فيصل عشان يتحدد مين البطل، فكابتن تامر رئيس لجنه الحكام في الاتحاد جابنا وقعد يتكلم معانا ان احنا اللي هنحكم الماتش الجاي. كان في رهبه من الماتش، كان في طبعا ان احنا عارفين ان الناس اللي حتى ما لهاش علاقه بالهاندبول خالص هتبقى قاعده تتفرج عشان ده اهلي وزمالك، وفكره ان طبعا بنتين بيحكموا الماتش كنا عارفين ان هنلاقي انتقادات كتير جدا على فكره انه ما لقيتوش غير بنات تيجي تحكم ماتش الولاد. نزلنا خلصنا الماتش الحمد لله كان كويس، كابتن تامر قالينا كويس، اعضاء مجلس الاداره في ناس كلمتنا وقالت لنا ان احنا كنا كويسين الحمد لله الماتش كويس يعني، وشوفنا السوشيال ميديا ان الدنيا كانت يعني اراء كتير كانت حتى ملهاش علاقه بالهاندبول، صحفيين وكده واعلام يعني ملوش علاقه بالهاندبول اتكلموا عننا كويس. جالنا مكالمه تليفون ان انتوا عندكم احتمال يعني انتوا مرشحين للاولمبيك جيمز، والاولمبيك جيمز احنا عارفين ان الحكام اللي بتروح سينيور مان وسينيور وومن هم اللي بيروحوا الاولمبيك جيمز،
احنا كنا رحنا السيني رومن، بس في كواليفيكيشن بتتلعب الاول قبل الاولمبيك جيمز. الكواليفيكيشن دي احنا ما رحناهاش، يعني في حكام بتروحها، هي دي اللي بتبقى رايحه، يعني بيختاروا منها مين اللي رايح الاولمبيك جيمز. احنا ما رحناش الكواليفيكيشن دي، فكنا عارفين ان احنا مش يعني مش رايحين الاولمبيك جيمز. فساعتها لما جالنا ان احنا رايحين، اللي هو ايه ده بجد، هو قال لنا انتوا مرشحين ويكفيكوا، بس فكره ان انتوا تبقوا مرشحين في الاولمبيكس بتاع، فاللي هو ماشي اوكي يعني ميرسي يعني يكفينا. ان احنا فعلا بعد كده تاني يوم بالليل، تاني يوم الماتش، لقينا الميل من الاتحاد الدولي ان احنا رايحين الاولمبيك جيمز. فاحنا اللي هو ده بجد ده اسمنا احنا اولمبيك جيمز وبتاع. بعد كده اللي هو احنا فضلنا شويه مخضوضين، بس بعد كده خلاص بقى اللي هو خلاص فكره احنا مخضوضين خلاص خلصت، ونبتدي نركز بقى ان احنا يعني لازم نعمل حاجه، يعني احنا ده اور دريم، فنفسنا ان احنا نعمل فيه حاجه كويسه عشان نقدر نوصل يعني لبعد كده، ونبقى احنا نقول للناس كلها ان احنا وي ديزيرف ان احنا نكون في اولمبيكس. انا صحيت تاني يوم اصلا ما لقيتش الميل، صحيت هايدي كنت في الشغل، صحيت قلت لها هايدي الحقيقه انا مش لاقيه الميل اصلا اللي بيقول ان احنا رايحين الاولمبيك جيمز. قالت لي لا لا انا عندي، انا رايح، انا ماليش دعوه بيكي. هو حلم اي رياضي طبعا ان هو يروح اولمبيك جيمز، حاجه مش بتحصل غير كل 4 سنين، وبتبقى اعلى يعني ده توب ايفنت اصلا، فاحنا كان ده one of our dreams. فاحنا ان شاء الله رايحين، نفسنا يعني دي تبقى ستيب لينا ان احنا في يوم من الايام، يعني مش شرط اولمبيك جيمز الجايه، قصدنا عامه ان جنرال يوم من الايام نحكم فاينل اولمبيك جيمز او فاينل كاس عالم سيدات.